أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج حكاية الرياضة، البرنامج الذي يلخص حكاية الرياضة بشكل عام وحكاية كرة القدم بشكل خاص. حلقتنا اليوم جواب مهم للي بيسألونا لماذا نعشق كرة القدم. بصرخوا بصيحوا بيحكوا ليش بتضيع وقتك في كرة القدم؟ اعذروهم، فهم ما بيعرفوا اللي عشناه في داخلنا أثناء دقائق اللعب، سواء مع كل ركلة أو مع كل لحظة أو مع كل هدف. ما عرفوا معنى روبرتو باجيو يضيع ركلة ترجيح ويبكي، وما عرفوا كم محتاج مارادونا حتى يسجل هدفه الأسطوري من طاقة عقلية وبدنية في آن واحد، ولا فهموا كم بذل ميسي ورونالدو من القتال مع بعض لمدة سنوات حتى ما يقول واحد عن حاله انهزم، ولا عرفوا ليش أحب الناس رجل وكرهوا ناس آخرين بنفس الوقت، والتأكيد هو مورينيو، ولا بيعرفوا كيف هالفيلسوف غير كرة القدم بفكر ثوري مطلق، ولا عرفوا شو يعني واحد مجنون مثل بالوتيلي يبكي بسبب مجموعة من العنصريين، وما عرفوا شو يعني تروح تحتفل مع جدتك في أرض الملعب، ولا كيف تمنى جون تيري الموت بعد ما ضيع ركلة ترجيح ضيعت تشيلسي ودور الأبطال، ولا عرفوا لما بكت كل البرازيل مرتين في أهم ملعب بملاعبها، ولا عرفوا ليش أوليفر كان راح وتعاطف مع فالنسيا، ما عرفوا شو معنى تحترم خصمك لو هزمته، ولا عرفوا كيف تفكر خارج الصندوق زي ما عمل فان باستن، ولا عرفوا شو يعني تخسر مونديال من أجل كبرياء. نشكركم كثير لاستماعكم معنا في حكاية الرياضة، معكم محمد عواد، بتمنى تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.